كنا تانيين وسابعين بالاوفرول، للاسف طفت معي بنص ستيج بمطرح كثير تركي وكثير خطر، تاخرنا اكثر من دقيقتين وهذا الرالي يعني الحمد لله رجع دارت وقدرنا كفينا، بس كان مطرح كثير خطر وقطعت على خير مثل ما بقولوا ورجع دارت وكفينا، خسرنا مركز بس ماشي الحال، رجعنا عملنا تامنين وثالث بالكلاس تبعنا وسابع او ثامن، روني او انا هي ذاتها نفس الفريق، روني سابع نفس الفريق وانت ثامن، ووليد كمان بهنيه عمل عاشر كمان بقول له اكسلنت والحمد لله تلتنا وصلنا بعد ليها احسن مره بتسوق فيها من بعد ما رجعت عن اعتزالك اذا فينا نسميها اعتزال. والله في مطارح ايه في مطارح لا، لانه كان كثير راجع الطريق لورا سو ما قدرنا عرفنا اوقاتنا عن هذيك السنه، بس يلا عم نتقدم شوي شوي وأكيد بفضل سبونسرز اكيد يو اس جي بورال عم بيدعمونا من هذيك السنه واكس كونسبتس اوتوموبيلي بتشكرهم، بتشكر لؤي اللي عم بيتعب معي كل السنه هلكني، غسان خوري اكيد والفريق تبعه يعني بتشكرهم كمان الله يعطيهم العافيه، وانتو وكل اكيد الاتصال وكل الصحافه بتشكرهم. ثانك يو الي وبنشوفكم السنه الجايه ان شاء الله. ثانك يو. مبروك لينا من وادي الصهر المركز الثامن بإيرا لبنان.